وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. بداية، كيف ترى انتهاء أزمة الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، وإلى ما ترجع حلها إلى هذا الوقت بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وإلى كل المشاهدين. الحقيقة متوقعة أن تتخبط العملية السياسية بهذه الفوضى التي نشأت وبدأت منذ الاحتلال، ونلاحظ أنه في تشكيل أي حكومة تواجه مطبات، وسبب هذه المطبات هو طبيعة التركيبة السياسية التي ولدت منها الحكومات التي تعتمد على مبدأ المحاصصة والطائفية. فبالتالي أنا أعتقد كل هذا التخبط أو كل ما جرى من تشكيل هو يعبر عن الحكومات الفاشلة التي تتحكم بعجلاتها الأحزاب الدينية الطائفية المتخلفة التي جاءت خلف الدبابة ولم تقدم شيء للعراق، بقدر ما أنها دأبت على أن تبقى مرتبطة وتبع للأجنبي وتنفذ ما يطلب منه الأجنبي سواء كان إيران أو أمريكا. أنا أعتقد حتى هذه يعني الكابينة الوزارية التي أريد لها أن تستكمل قبل يومين هي لا تعني طوق نجاة لهذه الحكومة. الحكومة بدأت عرجاء وستبقى عرجاء، لأنها لن تطرح برنامج وطني أو برنامج من شأن أن ينهض بالعراق أو أن يقدم للعراقيين شيء، بقدر ما أنه الصراع. أستاذ مازن، لكن يعني أنت قلت أن أريد لهذه الحكومة أن تستكمل قبل أيام، لكن هذه التفاهمات التي حدثت على تعيينات أحدثت انشقاقات بين الكتل السياسية المتحالفة، إلى أي مدى ترون واقع هذا الرأي؟ نعم، هذه الانشقاقات ليس الهدف أو الغرض منها أو الأسباب اللي وراها هو أنه مصلحة المواطن أو الدولة، بقدر ما هو هذا التنازع وهذه النزاعات والانقسامات على مصالح وامتيازات لكل فئة على حساب الفئة الأخرى. حتى داخل التيار نفسه تجد هناك انقسام. انظر ماذا حصل بين التحالف ما يسمى بين قوسين أو هلالين، تحالف السني. أيضا هناك انقسام حاد حول تشخيص عملية اختيار وزير تربية. نفس الشيء داخل الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران، قد يختلفون وقد يتصارعون وقد ينقسمون، ليس من أجل خدمة المواطن والشعب بقدر ما هو لأجل تحقيق امتيازات خاصة لهذه الفئة على حساب الفئة الأخرى، وهذا هو ديدن العملية السياسية. العملية السياسية في العراق سيدي الفاضل هي تعيش أخطر مراحلها، لأنها أصبحت عملية مرفوضة من كل الشعب العراقي، وأصبحت عبء على الشعب العراقي وحتى عبء على المستوى الدولي. لأن لم تقدم هذه الحكومات سوى هذه التناحرات التي لن يستفيد منها شعبنا بقدر ما هي تخدم الأفراد. طيب، هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن استبعاد سفانة الحمداني من منصب وزير التربية هو بداية لهذه الخلافات التي يتوقع أن تزيد في الفترة المقبلة، لا سيما وأن بعض الكتل بدأت بالفعل بالتفكك؟ نعم، أنه أنا أتوقع المرحلة القادمة تشهد أكثر تفككا، لأن أصبح اللعب على المكشوف. كل فريق يريد أن يجني أكثر من الفريق الآخر حتى وإن كان داخل الفريق الواحد، لأنه ليس هناك الحقيقة حرص أو وليس هناك اتفاق على عملية الاختيار، وهناك يعني الحقائب الوزارية خاضعة للبيع لمن يدفع أكثر. ولاحظنا قبل أيام أحد أعضاء البرلمان قدم استقالته، قال لأنه عندما رشحنا وعندما نوينا أن نخوض الانتخابات كنا نتوقع أن يعالج الفساد، أن ننهض بالصحة، ننهض بالتعليم، ننهض بالزراعة، لكن كل هذا لن يتحقق، بقت الطائفية وبقت المحاصصة، وأعلن استقالته. وهذا هو الحقيقة اللي يعبر عن المشهد السياسي العراقي. حتى أطراف العملية السياسية يعرفون جيدا بأنها عملية فاشلة، ولكنهم في تسابق أو في سباق قد يستطيع أن يكسب من الموقع سواء كان في البرلمان أو في الحكومة. طيب، ولذلك يستقتلون من أجل الحقيبة الوزارية تكون لهذه الفئة على حساب الفئة الأخرى، لأنها بذكر البيع أستاذ مازن، يعني شعبيا كيف ترى ردة فعل الشارع العراقي الذي يرى صراعا على المناصب في وقت تغيب فيه أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته؟ الشعب
الشعب العراقي كشف حقيقة هؤلاء سواء من البرلمانيين أو من أعضاء الحكومة، والشعب العراقي يأس وليس لديه أي ثقة، وهناك أزمة ثقة بين الشارع والحكومة والبرلمان. ولذلك يعني أنا ينبغي على الشارع العراقي لا يكتفي بالتنديد، وحتى مسألة الخدمات وإن كانت معدومة، الكهرباء، ما قيمة الخبزة التي يناضل أو يجاهد من أجلها الشعب إذا كانت مغمسة بالذل؟ مطلوب من الشارع العراقي أن ينتفض على بكرة أبي لإسقاط هذه الحكومة، وليس الاكتفاء بشعارات تنديد وليس نعم خل تخرج هذه التظاهرات تحت يافطة الخدمات، لكن عليها أن تصعد من سقف المطالب بإقصاء وإسقاط هذه الحكومة وهذا البرلمان. لأنه الآن أنا أتوقع، وخصوصا الآن في صيف ساخن يعيشه العراقيين، اليوم كنت أتفرج على أحد الفضائيات وربما كان التوصيف دقيق، أنه ساعتين في اليوم في هذا الصيف الساخن حصة العائلة العراقية من الكهرباء. فإذا على الشارع العراقي أن يفهم لا أمل، وعليه أن يعرف أن يستمر، يعني عليهم أن تكون هناك ضراب عام يتطور إلى اعتصامات، يتطور إلى مقاطعة، يتطور إلى حتى مواجهة، لأنه الشعب الذي يريد أن يعيش حرية وبكرامة وباستقلال ودون تدخل الأجنبي عليه أن يقدم التضحيات، حتى وإن كانت هذه التضحيات بالأرواح. يستحق شعبنا ويستحق العراق أن يتخلص من هذه الفئة الضالة البائسة المجرمة التي جفنت على صدر العراق وتنهب بثروات العراق وتقدم خدمة للأجنبي وتحديدا إيران، وأصبحت إيران هي من يعين ومن ينسب ومن ينهب. فبالتالي مطلوب هذه مسؤولية كل العراقيين الشرفاء أن يلتفون في حالة واحدة، في حالة وطنية تصرخ من الشمال إلى الجنوب بشعار إسقاط هذا النظام وإسقاط هذه الحكومات. الأستاذ مازن تميمي الكاتب السياسي، انضممت إلينا من لندن، شكرا جزيلا لك.